من أجل الاطلاع ميدانيا على سير العملية التدريسية في إطار إرساء المدرسة الجمهورية، حاكم مقاطعة قرو السيد سيد محمد العبد الله وللبناني رفقة الطواقم التربوية بالمقاطعة يشرف على رفع العلم وتلحين النشيد الوطني الذي أدته فرقة ترتدي الزي المدرسي الموحد من تلاميذ المدرسة رقم 1 بقرو. ومكنت الزيارة من الاطلاع على سير عملية التدريس واحترام أوقات الدوام ومتابعة الوضعية العامة للدراسة في المؤسسة. هدف الزيارة هي التأكد من تكريس المدرسة الجمهورية في إطار تعليمات السلطات العليا في هذا النهج، وحضرنا في إطار الزيارة لرفع العلم الوطني وتلحين النشيد من طرف تلاميذ المدرسة، وعدلنا الزيارة للفصول تأكد من حضور الطاقم التربوي وعلمنا التلاميذ من اللي عندهم زي المدرسي، وتأكدنا عن الأمور تجري على الطريقة المرسومة لها من طرف الوزارة الوصية وزارة التهذيب الوطني وإصلاح التعليم، وهي بداية لسلسلة زيارات المصالح المختصة. وهون نوجه نداء للقائمين على الشؤون التربوي بالنسبة خاصة رابطة بين التلاميذ والطاقم التربوي عندهم ما في المساومة في إطار المواظبة والحضور والحضور في الوقت، وعلن فهم رقابة ومتابعة بخصوص هذا، وعلن التلاميذ الله يعودوا يطبعوا لهم يحضروا في الوقت والطاقم يعود ما يلتزم بذلك الزي اللي محدد له. وتتابع الطواقم المشرفة على العملية التربوية سير الدراسة في المقاطعة مؤكدة حضور التلاميذ والطواقم التربوية في الوقت المحدد. المدرسة الجمهورية المصومة مقاطعة قر، وقمنا أول رواية إجراء قمنا به في خدمة هذا التصور، خدمة التوجه، هو عن الطاقم المدرسي الطاقم التدريسي وهيئات الإشراف حضرت من أول يوم، حضرت بجد وحضرت مصممة على أنها تطرح بصماتها في هذه المدرسة الجمهورية، أنها تتوجه نفس التوجه اللي متوجه للسلطات العليا في البلد لهذا الغرض. بدأ أولا حضورهم شيئا ما متباين، إلا أنهم من عقب الافتتاح بخمسة أيام ولا ستة حضروا بشكل عملي وشكل فعلي وشكل مولي دائم. وكان حاكم المقاطعة قد رأس اجتماعا موسعا بممثل المصالح الجهوية بالمقاطعة، حثهم فيه من بين أمور أخرى أساسية على ضرورة تكاتف الجهود سبيلا لإنجاح المدرسة الجمهورية. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة قرو.